اليوم عندنا مفاجأة، اليوم الخميس 14/9/2017 عندنا مفاجأة جميلة جدا. الوجهة الأولى للخطوط السعودية إلى موريسوش، توكلنا على الله. التدشين الآن إن شاء الله، نتوكل على الله. يعني بداية إن شاء الله موفقة لوجهة جديدة، واستمرار إن شاء الله المبادرات التطوير والتحسين اللي تمضي فيها الخطوط السعودية. اليوم بعد الظهر الحمد لله استلمنا رخصة المشغل الجوي لطيران أتيل، والآن يعني بعدها بعدة ساعات تنطلق الرحلة الأولى إلى موريشيوس، الوجهة الجديدة للخطوط السعودية. والحمد لله كل يوم إنجاز جديد والطموحات أعلى من ذلك بكثير. الكل يعمل بإذن الله في خطوات متتابعة ومستمرة، والقادم أفضل إن شاء الله. إلى البوابة، بوابة 7 إن شاء الله للانطلاق. تم التدشين هنا، قصينا الكيكة وكلناها والحمد لله، على الله توكلنا. الآن نفتتح الوجهة 87 في شبكة الخطوط السعودية إلى موريشيوس، وإن شاء الله يتبعها محطات جديدة، وهي خطوات متتابعة في كل مكان، وتظل كل هذه الإنجازات أقل من الطموح، الطموح أكبر بكثير بإذن الله، وستتسارع الإنجازات في كل مكان. يعطيك العافية يا حبيبي، أنت وردة، طول لي عمرك، الله يحفظك. الزملاء يعملون من أجل يعني تقديم خدمات أفضل، من أجل رفع الكفاءة التشغيلية، من أجل تحقيق النمو، من أجل التوسع لمحطات جديدة. وجهة موريشيوس هي إحدى الوجهات السياحية، هي وجهة جديدة تماماً، تفتح آفاق جديدة للخطوط السعودية. الوجهة هذه هي الوجهة رقم 87، وهي للصدفة يعني قبل أيام من اليوم الوطني 87 للمملكة، وإن شاء الله سنتجاوز 90 قبل نهاية العام بإذن الله. توكلنا على الله، والآن في الباص إلى الطائرة إن شاء الله. أهم شيء الوردة طالع زينة. حقيقة فرصة سعيدة أن السعودية استضافت بعض من الوجهاء الأدباء والرحلة إلى موريشيوس لكشف مدى العلاقات بين السعودية وموريشيوس وكشفها والتمد فيها مستقبلا إن شاء الله. حياكم الله وابشركم، الحمد لله على السلامة، وصلنا وهذه طيارتنا. الجو جدا جميل ما شاء الله تبارك الله، واستقبال حافل. Inaugurating our first ever flight to Mauritius.